اشتباكات وحرائق في شوارع كاراكاس. الاحتجاجات الطلابية تحولت إلى معارك شوارع مع السلطات التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي. السلطات تصف المحتجين بمثيري الشغب والفاشيين، أما الطلاب فيشعرون بأنهم يعاملون كالمجرمين رغم سلميتهم. ما هي جريمتنا؟ كل ما في الأمر هو أننا نفكر بطريقة مختلفة ونلجأ للاحتجاج. سلاحنا هو تغطية أنوفنا بالشالات واستخدام مادة الخل وحبوب طبية ضد القنابل المسيلة للدموع. أفكارنا مستقلة وهو ما يجعلنا بأعين السلطات من الأشرار. نزل الطلاب إلى الشوارع احتجاجاً على الظروف السيئة كالتضخم وارتفاع نفقات الغذاء وكذلك تفشي الجريمة، ولكن سقوط ضحايا في الاحتجاجات وضع النظام السياسي الذي يقوده الرئيس مادورو ويستلهم نموذج سلفه تشافيز في اختبار صعب. نريد أن نعرف كيف يمكن للديمقراطية الحقيقية أن تكون واقعاً، كيف يمكن للمرء أن يعيش في حرية. لم نجرب ذلك، فأعمارنا تناهز العشرين ولم نعاصر حكومة ديمقراطية. لا نتذكر كيف كانت الأمور قبل مجيء الحكومة السابقة. شقيقتي في 15 وجيلها لا يعرف سوى القوى المتنامية للحكومة وافتقار البلاد للأمن وازدياد المشاكل. ولكن الجهة الأخرى من الصراع ترى الأمور بشكل مختلف. مظاهرة لأنصار الحكومة تضم أعدادا كبيرة من الجيل الشاب، وكما كان الأمر مع الرئيس الراحل تشافيز نزلوا إلى الشوارع تأييدا لخلفه نيكولاس مادورو. رغم افتقار مادورو للكاريزما التي كانت لسلفه تشافيز، إلا أنه يبقى بالنسبة لأنصاره الضمانة لاستمرار الثورة الاشتراكية التي كانت تشافيز قد بدأها، ولا يتعاطف المتظاهرون هنا مع مطالب المعارضين. لو كان نزولهم احتجاجاً لرفعوا شعارات واضحة وهتفوا بمطالب محددة، وكانوا حينها سيحصلون على فرصة للاستماع لمطالبهم، ولكن كل ما يقومون به هو أعمال شغب وإشعال النيران. لو كانوا محتجين حقيقيين لما عرضوا حياة المواطنين للخطر. لا نستطيع التوجه إلى بعض المناطق في فنزويلا لأجل تنفيذ أهداف الثورة بسبب الجماعات، وهؤلاء يصفون أنفسهم بالطلاب وهم ليسوا كذلك، بل هم جماعة تخريبية تحاول إيقاف مسيرة ثورتنا. أما الآن فقد دعا الرئيس مادورو أحزاباً معارضة لمؤتمر سلام، ولكن الجماعة المعارضة الأهم في البلاد رفضت تلبية دعوته، معللة الرفض بعدم جدية الحكومة. وفي هذه الأثناء تستعد فانيسا ورفاقها للمظاهرة القادمة. أثبتت الأعوام 15 الأخيرة عدم رغبتهم بإجراء حوار حقيقي. أما الآن وبعد أن شاهدوا الحرائق في الشوارع وهتافات الناس الغاضبة وهم يطالبون بحقوقهم، يدعون فجأة بأنهم يرغبون بإجراء مفاوضات. يشعر معارضو الحكومة بالخوف من أن يتعرضوا للخداع، لذا يفضلون الاستمرار في المظاهرات. تصلب في المواقف لدى الطرفين، ومع كل قنبلة مسيلة للدموع وكل رصاصة تتباعد المسافات بين الطرفين.